رمضان افضل شهر السنه، ولكن مع القرايه وتوجد الامتحانات الاغلبيه تيقول كيفاش غادي نوجد في رمضان وانا صايم وجوع، ولا حتى من بعد الفطار تيكونوا التراويح والوقت كيتخربق عليك. وشنو اللي حسن؟ واش نخدم اكثر بالنهار ولا بالليل؟ واش نسهر ولا نخدم في الصباح بكري؟ ودبا الجو كيتبدل علينا، ومن غير العامل ديال الضغط ولا ديبريسيون اللي حنا فيه كيتزاد عامل الجوع والانرجي كتقل. شنو الحل؟ ياس هادشي كاين، وغادي تبقى تسأل مع راسك، ولكن عندك جوج الاختيارات. سواء تركز مع داكشي الزوين ولا داكشي الخايب. بحال المثال ديال بلادنا، يا غادي تركز مع داكشي الخايب وما كاين ما يدار ومشاكل عباد الله والفضائح وغادي تمشي تنعس، ولا غادي تركز مع داكشي الزوين ويموتيفيك ويكون ليك دافع وتقول حتى انا نوصل كيف ما وصلوا هما. والامل ديما كاين، انت اللي غادي تختار الزاويه منين تشوف. الا كتشوف رمضان كانه شهر الجوع، وهاد الاخر ما غاديش يخليك تخدم وغادي تولي تنعس بزاف باش يدوز النهار وما تحسش به، ونقدروا نقولوا صايم بالزز، وكتقول ياه على زهر جاتنا البريباراسيون مع رمضان صافي مشيت فيها وانا باقي ما بديتش. غادي نقول لك الفو شونجي، ماشي هكاك. شوف رمضان كانه فرصه كبيره باش توجد فيها وتخدم فيها احسن من قبل. علاش؟ حيت غادي يولي عندك تنظيم في الوقت ديالك. بصح، وإلا ما كنتيش كاع منظم وقتك قبل رمضان غادي تنظم لك دابا في رمضان وبزز منك. وباش نبين لكم هاد النقطه مزيان قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، النعمه ما تنعرفوا القيمه ديالها حتى كنفقدوها، ورمضان ما تنعرفوا الجمال ديالو حتى كيخرج. ملي كيسالي رمضان وكدوز السيمانه الاولى من بعد كلشي كيتخربق، ما كيبقى لا نظام في الماكله ديالنا كل وقت ما بغيتي، لا نظام في الصلاة، لا نظام حتى في الحياة. يعني رمضان كان ريسبونسابل على النظام اللي كنا غاديين فيه، وبالتالي هو صبر معانا شهر وغير كيطلقنا كل واحد كيمشي لمنطقة الراحة ديالو الحرية. وعارفين ملي كتكون عندك الحرية ما كديرش داكشي اللي غادي يرجع لك بالنفع وداكشي اللي غادي يكون في مصلحتك. اللهم يبقى مزيرنا. اذا نقول الحمد لله جاتنا البريباراسيون مع رمضان، وهذا الشهر غادي نوجدوا فيه كل شيء. البرنامج ديال رمضان نقدر نقسمه لك على جوج الناس، واحد اللي غادي يكون اليوم كامل ديالو، يعني الايام اللي غادي تكون جالس فيهم في الدار، والحاله الثانيه الايام اللي غادي يكون واخد لك منهم الاستاذ ديالك. الا خدينا اليوم كامل احسن وقيته ديال البريباراسيون، من الافضل تصلي الفجر وتبدا تخدم حتى العشرة ديال الصباح. الا كنتي كتسحر غادي يكون احسن، ولا كنتي كتعشى وتنعس فخصك تفيق في الفجر. علاش؟ حيت هذيك خمسة السوايع ديال الصباح غادي يعاونك فيها دماغك مزيان، وغادي يعطيك لو ماكسيموم ديالو، وغادي تخدموا فيها الماده او المواد اللي تيجيوك صعاب، وغادي تاخذ من بعد ساعه ديال المكانه ارتاح فيها، ومن الاحسن تنعس فيها ماشي تقابل التليفون. ما بين 11 حتى 4 غادي تخدم الماده اللي ما بين وبين، يعني ماشي سهله وماشي صعيبه، وغادي ترتاح ساعه وثاني، ومن بعد غادي تخدم جوج سوايع قبل المغرب الماده اللي كتجيك سهله. ودابا وصلت الجيفت الكبيره، غادي تاكل. دابا الفطار ديرو بحال واحد الهديه في اليوم ديالك لنفسك، وقول ليها فوالا الا احترمتي وخدمتي على البروغرام اللي كنعطيك غادي نتهلا فيك في وقيته الفطور. نكملوا ما بين المغرب والعشاء، هاد الفتره غادي تخصصها للنفس ديالك والكتاب الله، وعندك ساعه من بعد العشاء لصلاه العشاء والتراويح، وغادي تاخذ جوج سوايع من بعد ملي تسالي غادي تخدم فيها الحاجه الصعيبه، ومن بعد غادي تاخذ شي حاجه وتمشي تنعس. وبالنسبه للايام اللي كتشوف فيهم الاستاذ ديالك غادي تحاول ترفورمي ليهم بنفس الطريقه. ما نكثرش عليكم في هذا الفيديو، المره الجايه ونكملوا. رمضان مبارك بالصحه والسلامه والنجاح لكم كاملين ان شاء الله. السلام عليكم، see you next time.